اندهشت وانا بنقلب صفحات اليوتيوب بقناة الاخ الكريم عبد اللطيف الزيلعي بقناته الاكثر من رائعة. خاطرك مجبور. شاهدت الفيديو، في فيديو واحد قام بإيصال الماء إلى 7 قرى بطريقة راقية وبطريقة حضارية لا توصف. في وسط الكم الهائل من العوز استطاع عبد اللطيف الزيلعي أن يخلق بهجة لا تساويها أي بهجة، ويخلق إيجابية لا تساويها أي إيجابية. أنا لا أعتقد أن هناك يوتيوبرز يمني استطاع أن يحقق حب، واستطاع أن يحقق كل العمل الصالح كما حققه هذا الرجل. حد يقول لنا أنه مسك رئيس وزراء، أو حد يقول لنا أنه مسك وزير الشؤون الاجتماعية، حد يقول لنا أنه مسك، يعني الرجل هذا يعني قنبلة بكل ما في الكلمة من معنى. يلقى واحد فوق الباص يعمل معه كذا مقلب اجتماعي، ويكتشف أن هذا الرجل محتاج عملية، ويروح له للبيت يجيب له 3,500,000، وهذا العجوزة جاب لها 1,000,000 ومدري كم، ناس جاب لهم بيوت، ناس ضايعين في الطريق بلا أكل بلا شرب، أغناهم. يعني حتى وإن كان هذا هو التدبير. يعني في ناس يعني خيرين ائتمنوه على مال فأحسن التصرف، فكان مثل يقتدى به، وأنا أشد على يده ونقول له نحن معك وسوف ندعمك يا أخ عبد اللطيف الزيلعي، وجزاك الله خير، وقد أرسلت رسالة قوية للحكومة اليمنية، حيث أنك مثلت الحكومة اليمنية بأعمالك وبتجوالك، قمت أنت لوحدك بما لم تستطع أن تقوم به الدولة كاملة. لقد قمت أنت لوحدك يا عبد اللطيف الزيلعي بما لم تستطع الدولة كاملة أن تقوم به. فتحياتنا لك أيها الرجل، وأقسم بالله إنك لو ترشح نفسك للانتخابات إني سوف أكون أول من يرشحك كرئيس لليمن، لأنك تستاهل. إنسان خير، وإنسان بتمشي على الطريق المستقيم بعيدا عن جماعة اللصوص وجماعة المتنفذين النهابين الذين قتلوا الشعب ولم يكتفوا بذلك بل سلخوه سلخا. أتمنى لك التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.